بسم الله الرحمن الرحيم. يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا
you
هذا ما وعد الرحمن
فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على
ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا ق
سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم.